سيد قيس، بما أنك كنت ربما قريب من الأجواء هناك في مدينة بنغازي في تلك الفترة، وبما أن حضرت طبعا شقيق لوسام بن حميد، إذا أردنا أن نستذكر ذلك اليوم، ماذا يمكن أن نقول حوله؟ يوم انقلاب، يوم انقلاب عسكري، يعني هو صار ما كانش فكرة جديدة، هي هو انقلاب صار في طرابلس أول مرة، وصار إعلان من خليفة حفتر عليه تعطيل الدستور وتعطيل المؤتمر الوطني وتعطيل كل الأشياء موجودة، واضح إعلان انقلاب، وحتى كان في رد من الحكومة بأن هذا انقلاب عسكري وأن مطلوب القبض عليه والتحقيق معه، يعني فما كانتش مفاجأة، يعني كان في شيء مسبق وفي شيء دار في الغرب ما صارش منه، وجاء يعني لقى مكانه في الشرق، يعني طبقه في الشرق. طيب الفكره في الموضوع ان حفتر قرر يوم 15/10 نقل المعركه من ربما ان صح التعبير ضواحي بنغازي الى وسط مدينه بنغازي، واستخدم، يعني هذا معروف، استخدم الصحوات. نقصد يعني اذا اردنا ان نستذكر بالقصه بسرد الاحداث من باب يعني الاستذكار، هل يعني ماذا يمكن ان نقول في هذا الجانب؟ هي والله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هو ممكن جاء في استغل ظروف معينه كانت في البلاد في بدايه استقرار البلاد، لان هي كانت مرحله ثوره، وكان كل الموجود مؤقت، وكان في مجلس انتقالي ثم مؤتمر وطني، وبعدين في لجنة لإعداد الدستور، يعني كل الأمور مؤقتة وفوضى في البلاد، يعني ثورة ما هيش سهلة، ثورة شعب كامل. فاستغل الظروف وشيطنة من وسائل إعلام مأجورة وأكذب أكذب حتى يصدقوك، يعني فاستغل الشارع، يعني زي الظن على ذهن شر من السحر، قناع الناس بالكلام هذا، عرفت؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني والآن بدأت توضح الصورة، يعني بدأت توضح الرؤية للناس كلهم، يعني شن صار في بنغازي، كيف كانت بنغازي بعد الثورة، وكيف في سنة 2011 الناس كلها متكاثفة،